تناولت صحف اليوم الخميس الأجواء المرافقة لليوم 11 من الحملة الانتخابية للرئاسيات. في صفحتها الأولى عنونت جريدة الشعب عبر تصريح للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: الجزائر سيدة في قرارها، لا تقبل أي تدخل ومساومات، مفصلة ما جاء في التصريح على أن العصابة التي فشلت خطتها تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية حاقدة، كما أشارت الجريدة إلى الموقف الموحد للمترشحين ضد التدخل الأجنبي. تصريح قايد صالح تناولته جريدة البلاد هي الأخرى، مشيرة إلى أن الشرذمة تستقوي بالخارج بعد فشل مخططاتها، وأن الجزائر سيدة في قرارها ولن تخضع لأي مساومات. بالبنط العريض عنون جريدة أوريزون: الرئاسيات هي الباب المفتوح على آفاق واعدة، كما جاء في كلمة نائب وزير الدفاع: رفض الجزائر للتدخلات الأجنبية، وأن الشعب الجزائري قادر على فك خطط العصابة. الجيش سيزكي خيار الشعب في الانتخابات، هو العنوان الذي جاءت به يومية الشروق في كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد رفض الجزائر للتدخلات الأجنبية ودعا إلى اختيار الأنسب من بين المترشحين الخمسة. تصريح لنائب وزير الدفاع جاء في جريدة الخبر: شرذمة استنجدت بالخارج كرد على لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع بالجزائر. جريدة لوسواغد الجيغي جاءت بتصريحات المترشحين الخمسة للرئاسيات خلال جولاتهم بمختلف ربوع الوطن والتي دخلت يومها 11.